صالح السليم الذي عرفه الناس كلاعب كرة وممثلا سينمائيا وإداريا ناجحا، لكن ماذا عن صالح سليم الإنسان؟ هو محمد صالح سليم المولود في 11 من سبتمبر عام 1930. والده هو محمد سليم خبير التخدير المعروف آنذاك، ووالدته هي السيدة زين الشرف التي كان والدها من أشراف مكة المكرمة. أما عن المايسترو فقد تعرف على زوجته السيدة زينب لطفي على متن باخرة متجهة إلى الحوامدية، فأعجب بها وقرر الزواج لينجب خالد وهشام. عرف المايسترو بسمات شخصية مبهرة جمعت في طياتها قوة الشخصية والصرامة والحسم والشموخ وعزة النفس، وكلها سمات دعت البعض لاتهامه بالديكتاتورية على غير الحقيقة التي يعرفها المقربون منه، حيث كان يؤمن بالديمقراطية إلى أبعد الحدود. ومتى كانت عزة النفس والترفع غرورا أو كان الشموخ وقوة الشخصية ديكتاتورية؟ تبقى الإجابة المنصفة للصالح السليم بين صفحات التاريخ الذي شهدت له بمواقف إنسانية كثيرة يضيق بها المقام. عندما كان يقوم بالفحوصات الدورية التي يجريها كل 6 أشهر لدى طبيبه الخاص، أعلم الطبيب صالحا بأنه مصاب بمرض السرطان، وكان يداوم على زيارة لندن لمتابعة حالته الصحية والوقوف على تطوراتها، إلا أنه لم يفصح للرأي العام عن سبب زياراته المتكررة للندن، مفضلا عدم الإفصاح عن مرضه للرأي العام لاعتقاده أن مرضه شيء يخصه وحده. واستمر في صراع مع المرض لفترة طويلة إلى أن وافته المنية صباح يوم 6 مايو عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاما، وشيع جثمانه مئات الآلاف من المصريين. ورغم رحيل الجسد لكن تبقى الأسطورة حديث الأجيال. تبقى الأسطورة حديث الأجيال يا باشمهندس. رحمة الله عليه، نفتقده جدا جدا، أهلي يحتاجوا هذه الأيام. وعلى فكرة اللي زي كابتن صالح يفنى الجسد وتبقى الفكرة، فهو ما ماتش للي عايز يسأل الكابتن صالح يقدر يسأله، للي عايز، اللي عايز يشتغل من دماغه يشتغل من دماغه وتحمل العواقب. كابتن صالح موجود كفكرة كمبدأ. كابتن صالح علمنا ازاي، شوف راجل عنده كانسر بتجارش بمرض وبقى عشان ناس يعيد والكابتن والله والكابتن وبيتعب وبيشي عشان خاطر النادي الاهلي يتغلب عليه. لم عرف ان عنده الكانسر كان وعد حفيدته ان ياخدها سينما، نزل خدها سينما وراح. حضرت انا موقف واحنا بنقابل رئيس شرف نادي المان يونايتد، كنا عندنا ماتش ريال مدريد وقال لي تعالى لي على لندن 2001. وكنت انا والماتش ابراهيم المعلم والاستاذ ياسين منصور، وخد لنا ميعاد واحنا قاعدين، وعرف الراجل علينا واحنا عايزين نستفيد من تجربه المان يونايتد التسويقيه. وبعدين قال انا هحسبكم مع بعض عشان انا يعني مستاذن عندي مشوار خاص. فالراجل استغرب، يعني انت واخد مني ميعاد مش بسوء؟ ده كان رئيس احد اكبر البنوك في لندن او في انجلترا. فكابتن صالح لما حس ان الراجل يعني قال له انا اسف لان ده معاد دكتور، قال له انت بتيجي هنا ليه؟ قال له انا باجي اشيك هنا في لندن كلينك
فقال له دي المستشفى بتاعتي، عندك ايه؟ فسكت لحظه كده وابتسم، قال له عندي كانسر. ببساطه شديده الراجل، ايه الراجل اللي قاعد معانا ده اللي عنده كانسر وجاي بيعمل اجتماع بيقول عن اذنكم زي ما يكون رايح يعني ياخد حقنة. يتكلم في التليفون وراجع. يعني ده كابتن صالح اللي عايز يقول انا صلحاوي يرمي بياضه يورينا ازاي، مش يعند وعلى مصلحه الاهلي. كابتن صالح مش كلمه تتقال، كابتن صالح حاله عشقه، عايز تعيشي حب النادي الاهلي. على كتالوج كابتن صالح هينجح الاهلي معاك، وهتتحول انت ايضا الى ايقونه. كل من حافظ على هذا الكتالوج يستطيع ان يكون ببساطه شخص ناجح ويدخل قلوب الملايين. ولكن التاريخ هيحاسب اي حد يحاول يمس. احنا متعصبين لكتالوج الكابتن صالح سليم، شاء من شاء وابى من ابى، واللي هيقعد من المخترقين يتاجروا علينا ويتكلموا علينا احنا مش زيهم. احنا ما بنشتغلش بالكوين، احنا ناس بنشتغل بقلبنا، كل واحد فينا بيضحي بمكانه عشان يقول كلمه الحق. فلن نسمح ولا على حساب انفسنا ان يمضي هذا المخطط لما يكون فينا نفس باذن الله، وربنا قدرنا ان احنا نتجاوز بالاهلي هذا الموقف. كابتن صالح، يمكن في احد الحوارات سالته منين؟ يعني التكوين ده ايه؟ فدايما وابدا ما كان بيذكر كابتن مختار التتش بكل خير. ايوه، هو ما جاش من فراغ. مهما الناس شافت ان انا متمسك بتقاليد النادي الاهلي، انا ولا حاجه جنب كابتن تتش. دي العظمه. ما حدش بيغير من حد يا ابراهيم. كابتن صالح كان ينظر الى التتش اللي ما كانش له منصب رسمي في النادي الاهلي. عمره ما رئيس النادي ولا دخل مجلس الاداره. انما كان هو ده المرجعيه. صالح كان مرجعيته التتش، والتتش كان مرجعيته تاريخ الاهلي واخرين. صحيح. وهكذا جيل بيسلم جيل. طب احنا هنسلم اللي ورانا ايه؟ اهلي منشق ومنقسم عشان بنتكلم في لفظ وفي كلمه، هو في ايه؟ لا، نسلمه زي ما استلمناه بنفس الشموخ. اللي بيقول لك انا شبعت بطولات يتفضل يقعد في البيت يشبع هو. اللي بيقول لك والله مش عارف مبادئ ايه وثوابت ايه، مالكش دعوه بينا بقى. اللي عايز يحافظ على النادي زي ما استلمه ويسلمه زي ما استلمه، النتائج بتروح وتيجي يا ابراهيم. سهل تبني كوره وسهل تبني منشاه، لكن تبني تاريخ زي ده ازاي وتجيب ناس عظماء زي دول تستلهم منهم دستورك في الحياه ودستور النادي الاهلي، وتخلي الناس تقف كل واحد في مكانه يحترم النادي الاهلي. لماذا تجرؤون على الاهلي الان؟ لان نسينا سر العظمه. محدش يتجرع على النادي الاهلي، وربنا قدرنا ان احنا نحاول ان احنا نتصدى لكل من يريد ان يشوه هذا التاريخ او هذا. هو ايه سر العظمه اللي اتنست؟ سر العظمه التماسك بقيمك ومبادئك، سر العظمه ان تفني نفسك من اجل الجميع، سر العظمه ان الاهلي فوق الجميع ليس شعارا ولكنه حياه. الاهلي فوق الجميع يعني ازاي نحافظ ان احنا اسره كبيره. انت كنت ورا نحت الشعار ده يا عم؟ انا مش ورا حاجه خالص. انا ما تعتبرنيش. لا لا لا، دي للتاريخ يعني، دي انتخابات 92 والعدد زياده عن العدد المطلوب وقتها. كنا 17 واحد وعايزين 10. 17 ومطلوب 10. دي انتخابات نوفمبر 92. الانتخابات الكامله. ايوه. كابتن صالح في مواجهه الدكتور حسن مصطفى. ايوه. وكان اكتر من حد يعني. أيوة. مختار حسين ومحمد فضل الله، محمد ثابت. فاقترحنا ان احنا نديله 17 تنازل، يقطع 10 ويقدم 7، فيبقى معاه قايمه مقفوله لاول مره. وافقنا. 17 تنازل. 16 وافقوا اكتبوا تنازل، واحد ما رضيش. وقال انا هبقى معاكم بس انا هنزل. فالكابتن صالح يعني اتضايق كده وقال خلاص اتصرفوا مع بعض بقى وكل واحد بدراعه. فقلنا له لا، احنا هنشتغل وهنحط الاهلي فوقنا كلنا. وانطلق شعار الاهلي فوق الجميع، وكابتن احب هذا المعنى جدا وقال تعرفوا تعملوا كده وتتمسكوا بيه. والحمد لله يعني عرفنا نعمل كده، وكنا بنقدم نفسنا كلنا، واختاروا مننا 10 من ال 17. يعني كان ليا شرف ان انا اكون بقدم الناس كلها في كل المناسبات، ما كناش بنغير من بعض، وكنا حاسين ان اي 10 فينا هيعملوا مجلس كويس.
ولذلك تجد ان المجموعه دي كلها افرزت قيادات في كل مجال في النادي الاهلي بخلاف مجلس الاداره افرزت قيادات كثيره لكل الاتحادات. يعني انا هقول لك حاجه. انا سقطت في الانتخابات دي وجيت مدير نادي وجيت ابي مديرا للنادي وما كنتش في اعتباري خالص لابدا مرحله جديده في حياتي ومتحدثا رسميا. انا كنت متحدث رسمي قبل كده وهكذا. يعني ناس كتير اتعملت لها ادوار. هشام سعيد سقط في الانتخابات دي وجيء به رئيسا للجنة الهندسية وبني مدينة نصر تحت اشرافه وبمجهوده كنا اكتر اتنين بيتحركوا واحنا اللي ساقطين في الانتخابات. وانا قلت كده لهشام ما تزعلش لما كابتن صالح قال لي اوعى تزعل وتعالى لي وعرض عليا ابقى مدير نادي. فانا دهت هشام سعيد قلت له هشام احنا هتتقمص وانا اتقمص والاهلي لازم نحسس الناس ان احنا اهم اتنين رغم ان احنا مش موجودين في المجلس. والحقيقه التاريخ لازم ينصف هشام سعيد لان ما بذله عشان يبني مدينه نصر كان مجهود يعني يكاد يكون على حساب شغله تماما يعني. وعشنا هذا الحلم. يبقى لنا عن فرع تاني من اول يوم والمعارضه تريد ان تنقض على نادي مدينه نصر يا استاذ ابراهيم وتحوله الى معقل ليها. وكانوا يروحوا يقولوا لهم انتوا البطه السوداء، انتوا اولاد البطه السوداء، وكنت اروح وراهم اقول لهم يا جماعه اولاد البطه السوداء دول ده انتوا واخدين كل ميزانيه النادي الاهلي. يعني مقر الاهلي بالجزيره ما كانش بيصلح دوره ميه عشان نقدر بسرعه نبني مقر مدينه نصر. قلنا لهم يا جماعه كل الانفاق اهلي الجزيره ما فيهوش حمام ومجمع سباحه زي اللي هنا، ما تصدقوش الكلام ده. والناس كانت لما بتستوعب بتصدق. ولذلك الذي راهن على ان مدينه نصر ستلعب دور المعارضه فوجئ ان هي اللي رافضه هذا التقسيم. فوجئ الموقف الرائع لمدينه نصر الايام الماضيه. لان في الاخر دول الاعضاء بيحبوا الاهلي، في جزء منهم طبعا لكن الغالبيه. ولذلك انا بقول للجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي انتم حماة النادي الاهلي، انتم حماة زين النوادي، انتم حماة زين النوادي. زين النوادي واحمد انت هيحسن معنى زين النوادي ولا انتم حماة زين النوادي؟ ما هو زين النوادي صحيح مش كده؟ بس زين النوادي بايه؟ زي ما نفضل محافظين عليه. اوعى حد يضحك علينا يا جماعه ويفرقنا، اوعى حد يضحك علينا عشان يحولنا لحاجه شبهه. زين النوادي لما يكتبها الامير عبد الله الفيصل ايوه واحد من اكثر الناس اللي عرفت برضه قيمه صالح سليم. كان صديقه وصديق اسمه الامير محمد عبد الله رحمه الله على الاثنين، والاثنين رحم الله الجميع. كان يعشقه الكابتن صالح ويروح حاجه زي ما احنا شايفينه كده. هو كابتن صالح يجبرك وانت تكرهه يجبرك على ان تحترمه. انا مره كتبت الكابتن صالح قد تحب صالح بجنون وقد تكرهه بجنون ولكنك تحترمه دائما. والذي يكره صالح سليم هو اولئك اللي هم مش اسوياء، اللي بيحبوا الكذب ويحبوا الخداع ويحبوا النفاق، لان صالح كان بيكره دول. اما اللي بيحبوا القيم دول مجانين صالح سليم. ويعرفوا ان الاهلي طبعا زين النوادي. خير ما ابدع وكتب الامير عبد الله الفيصل وغنى العندليب عبد الحليم حافظ.